بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أجدد الترحاب بكم أحبائي التلاميذ يومه الأربعاء 28 من شعبان سنة 41-400 هجرية، الموافق 22 من أبريل سنة 2020 ميلادية، في حصة جديدة من حصص التعلم عن بعد، والتي سنخصصها لتصحيح الأنشطة التقويمية لدرسي نصب المضارع والجملة المؤولة من مكون التراكيب وأنواع الفعل الصحيح من مكون الصرف والتحويل. بداية أحبائي، نستهل حصتنا بتذكير بسيط بالدرسين. فالفعل المضارع كما سبق وأشرنا هو فعل يبتدئ بأحد حروف المضارعة، وهي الهمزة، النون، الياء والتاء، ومجموعة في كلمة أنيت، وهو فعل معرب مرفوع في أساسه، وقد ينصب بأحد الحروف الناصبة الظاهرة، وهي أن، لن، إذن، وكي. وقد ينصب بأن مضمرة إما جوازا بعد لام التعليل، أو وجوباً بعد حتى فاء السببية، واو المعية، ولام الجحود. إذن هذا فيما يخص نصب الفعل المضارع والجملة المؤولة. أما أنواع الفعل الصحيح، فقد قلنا أن الفعل الصحيح هو ما كانت جميع حروفه الأصلية صحيحة، أي خالية من حروف العلة، وهي الواو، الألف، والياء، وهو ثلاثة أنواع: المهموز، وهو ما كان أحد حروفه همزة في أوله أو وسطه أو آخره. المضاعف، وهو قسمان: ثلاثي ورباعي. الثلاثي ما كان حرفاه الثاني والثالث من جنس واحد، أما الرباعي فهو ما كان حرفاه الأول والثالث من جنس واحد، وحرفاه الثاني والرابع من جنس واحد أيضا. أما الفعل السالم فهو ما سلم من الهمز والتضعيف. أما الآن أحبائي، فنشرع في تصحيح أنشطتنا. السؤال الأول: أصل بسهم ما تحته خط في الجمل بما يناسبه. الجملة الأولى: ما كانت الآراء لتختلف. إذن هنا لدينا لتختلف فعل مضارع منصوب، وهو تختلف، وقد نصب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ولماذا هي لام الجحود؟ لأنها مسبوقة بفعل الكينونة منفيا، ما كانت، إذن لذلك صلناها بخط إلى أن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. الجملة الثانية: يسرني أن تصدق. إذن لدي أن حرف ناصب وهو ظاهر، تصدق فعل مضارع منصوب بأن، إذن هنا أن جاءت ظاهرة. الجملة الثالثة: لا تتكاسل فتندم. لدينا فتندم فعل مضارع منصوب، وقد نصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، فتندم. الجملة الأخيرة: سافروا إلى الجبل ليستمتعوا بالطبيعة. يستمتع هو فعل مضارع منصوب، وقد نصب هنا بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وجاء منصوبا بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل،
وقلنا أنها لام التعليل لأنها غير مسبوقة بفعل الكينونة منفيا. السؤال الثاني: أؤول المصدر المؤول بمصدر صريح. إذن قلنا هنا سنقوم بتعويض المصدر المؤول بمصدر صريح. الجملة الأولى: يطلب منك أن تستيقظ مبكرا. إذن أن تستيقظ هو المصدر المؤول. قلنا في الجملة الثانية: يطلب منك الاستيقاظ مبكرا. إذن مصدر فعل استيقظ هو استيقاظ. الجملة الثانية: المروءة أن تسعد الغير. فقلنا المروءة إسعادك الغير. إذن فتسعد مصدر فعل أسعد هو إسعاد. الجملة الثالثة: أن تتنفس الهواء النقي عادة طيبة. إذن أن تتنفس أولناها تنفسك الهواء النقي عادة طيبة. إذن أن تتنفس، فأنا أخاطبك أنت، إذن فتنفسك الهواء النقي عادة طيبة. الجملة الرابعة: أن تعمل بجد خير لكما. إذن أن تعمل أولناها بعملكما بجد خير لكما. عملكما بجد خير لكما. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث: أعرب الجملتين الآتيتين إعرابا تاما. الجملة الأولى: يسرني أن تصدق. فيسر هو فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والنون هنا هي للوقاية لا محل لها من الإعراب، وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. أن هي حرف نصب ومصدر. تصدق فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت. وقد جاءنا المصدر المؤول من أن والفعل تصدق في محل رفع فاعل، لأنه يمكننا القول يسرني صدقك. الجملة الثانية: ما كان الابن ليخالف نصائح والده. إذن ما هنا نافية لا عمل لها. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح. الابن هو اسم كان وقد جاء مرفوعا بالضمة الظاهرة على آخره. ليخالف، اللام هنا لام الجحود. يخالف فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والده، والد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية: ليخالف والده، والمكونة من أن المضمرة والفعل المضارع، جاءت في محل نصب خبر كان. السؤال الرابع: أصنف الأفعال أسفله حسب الجدول الآتي. لدينا فعل تعلم.
الأصل في الفعل هو علم، إذن فهو فعل ثلاثي مزيد لم يتضمن همزة أو تضعيفا، إذن ففعل تعلم فعل سالم لأن التضعيف فيه حرف زيادة والتاء حرف زيادة أيضا. نشأنا، الأصل في الفعل نشأ، إذن فعل نشأ تضمن همزة في آخره فهو فعل مهموز. أقبل، أصل الفعل قبل، إذن فهو فعل سالم مزيد. أشد، أشد أصل الفعل شد فهو مضاعف. يأمرهم، أصل الفعل هنا أمر، أمر لديه همزة في بدايته إذن فهو فعل مهموز. سمعت، أصل الفعل سمع لم يتضمن همزة أو تضعيفا فهو فعل سالم. زعزع، هذا الفعل كرر حرفه الأول والثالث وحرفه الثاني والرابع فهو فعل مضاعف. سألتهن، أصل الفعل هنا سأل وهو مهموز الوسط إذن هو فعل مهموز. رددتما، هو فعل مضاعف لأن أصله رد وقد فك إدغامه مع ضمير المخاطب المثنى. السؤال الخامس، أحول الجملة حسب الضمائر. شق طريقه نحو المجد، إذن هنا أنا شققت طريقي نحو المجد. أنتما شققتما طريقكما نحو المجد. أنتن شققتن طريقكن نحو المجد. الملاحظ هنا أحبائي أن فعل شق فك إدغامه مع الضميرين أنا وأنتما وكذلك مع الضمير أنتن، إذن فك إدغامه مع الضمائر الثلاثة. باء، أحول العبارة التالية إلى المثنى والجمع المذكر. الجملة هي يقفز من فراشه ليفتح نافذة غرفته. إذن هنا أحبائي في هذا التحويل هناك احتمالان، فمنكم من سيحول على أساس الاشتراك في الفراش والغرفة، ومنكم من سيحول على أساس عدم الاشتراك. فإذا حولتم الجملة على أساس عدم الاشتراك فسيكون التحويل كالآتي: يقفزان من فراشيهما ليفتحا نافذتي غرفتيهما. أما إذا حولتم الجملة على أساس الاشتراك فستكون كالآتي: يقفزان من فراشهما ليفتحا نافذة غرفتهما. أما الجمع فهو يسري عليه ما سرى على المثنى. فإذا حولتم على أساس عدم الاشتراك ستقولون: يقفزون من أفرشتهم ليفتحوا نوافذ غرفهم. أما إذا حولتموها على أساس الاشتراك فستقولون: يقفزون من فراشهم ليفتحوا نوافذ غرفتهم. إلى هنا أحبائي تنتهي حصتنا لليوم. أتمنى منكم أن تأخذوا دفاتركم وأقلامكم الخضراء وتهموا بتصحيح أنشطتكم لتتجاوزوا
أخطاءكم وتعثراتكم في الدرسين، ولنا لقاء آخر في حصة مقبلة بحول الله تعالى، فإلى الملتقى أحبائي.